منتخبنا النهارده يمكن خاض مرانه في السنغال من وقت قليل، وكلنا عارفين ان طبعا كيروش قرر خوض المران الوحيد، هيتمرن النهارده بس وان شاء الله بكره المباراه. وطبعا منتخبنا وصل للسنغال دكار بعد رحله يعني خدت 8 ساعات، رحله طويله طبعا على متن طائره خاصه، وكان في حاله كبيره جدا جدا من التركيز والجديه في معسكرنا، وكان في نوع من الحماسه وده مطلوب، نوع من الحماس الشديد جدا. 90 دقيقه ان شاء الله توصلنا لكاس العالم 2022. في كمان الجزء المهم ان شاء الله باذن الله تعويض محمد عبد المنعم طبعا اللي اصيب، ومن هنا من طبعا برنامج المحترف بنقول له معلش يا بطل انت اديت اللي عليك بشكل كبير جدا جدا، ويمكن كان هو عنده اصرار انه يكمل المباراه، لكن طبعا نتيجه كسر في الانف يعني خرج من المباراه، وطبعا مش هيشارك بكره في المباراه مباراه الذهاب. كل طبعا التوفيق والشفاء لنجمنا محمد عبد المنعم، لكن كمان كل الثقة في البديل. احنا بنتكلم دايما كلمة البديل الناس بتقلق منها شوية، ما تقلقوش، انتوا شفتوا البديل اللي نزل ياسر ابراهيم في المباراة اللي فاتت في وقت صعب جدا. انا عارف الوقت دوت وقت صعب جدا، مباراة كبيرة ممكن هو ما يكونش خاصة المدافعين بيوصل له احساس وهو قاعد بره انه صعب جدا يشارك في المباراة، كل التغييرات بتبقى تغييرات على مستوى وسط الملعب على مستوى الهجوم، فوجود ياسر ابراهيم ونزوله وكمان اداؤه الرجولي جدا واللي اهله ان هو يكون في رايي رجل المباراه او نجم المباراه في مباراه مصر والسنغال، ده يديك انطباع ان شاء الله ايا كان نتكلم محمود علاء او علي جبر هيكونوا مكان محمد عبد المنعم بكره عندهم نفس الاحساس، عندهم اصرار. رامي ربيعه موجود هناك، وكمان ممكن ايمن اشرف يشارك كسردباك، كل دوت حسابات كروش في الخط الدفاعي، لكن ما عندناش قلق في الجزئيه دي. الحماس والتدريب والتركيز اعتقد ماشي بشكل كويس جدا، ده تدريبات منتخبنا طبعا من حوالي ساعتين هناك في دكار، والتركيز زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا جدا في مباراه زي دي. عارفين كمان ان بكره مباراة حيديرها تحكيميا واحد من أفضل الحكام في القارة الأفريقية، هو الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، حكم مميز جدا، حكم لا يتأثر بالأجواء الخارجية، وده مهم جدا في مباراة الفيصلية. في بعض الحكام الأفارقة حتى على مستوى الفني يكونوا جيدين جدا، ولكن على مستوى الاتزان ممكن ما يكونش موجود. مصطفى غربال من الحكام المميزين في القارة الأفريقية، عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا جدا، وإن شاء الله يؤدي مباراة جيدة.